لواحدة صديقة لينا كانت ساكنة في فلوريدا هناك، وطلبت مننا قبل الإعصار إن احنا نساعدها، وكانت خايفة جدا هي وولادها لأن الإعصار كان ضارب بالظبط فيهم. فبالفعل قدرنا ولله الحمد أنا ومستر أحمد شعبان إن احنا نغير شوية مسار الإعصار ونوطي الطاقة بتاعته، خليناها بنسبة أخف، وحاولنا إن احنا نحذفه شوية تجاه خليج المكسيك، مفيش بشر فيه،